ان شاء الله. هو في حاله محمد صلاح الحمد لله رب العالمين ربنا سلم يعني. من ناحيه ثانيه تعافى المصري العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ما خضع لمسحه طبيه امبارح في مقر تدريبات النادي وتم التاكد من سلبيه العينه ليصبح بالتالي متعافيا من كورونا وايضا سينضم ان شاء الله ويكون جاهزا للمشاركه في تدريبات الفريق من اجل خوض المباريات المقبله في مختلف البطولات. اللي حصل ان الاتحاد المصري لكره القدم كان قد اعلن عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد يوم 13 نوفمبر بعد 4 أيام فقط من حضوره لحفل زفاف شقيقه. طبعا لم يشارك بالتالي مع المنتخب المصري خلال مباراتي توجو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. ومن ناحية تانية الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان أكد أن اللاعب محمد صلاح تعافى تماما من فيروس كورونا المستجد بسبب تطبيق بروتوكول العلاج المصري عليه.